أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحصة الثالثة في مادة الفيزياء للصف الثالث ثانوي، الجزء الثاني، مادة الديناميكا. اليوم حندرس مع بعضنا إن شاء الله القوة والحركة، أو تأثير الحركة أو تأثير القوة على الحركة. توكلنا على الله. اليوم درسنا الوحدة الثانية اللي هو القوة والحركة. ندرس قانون نيوتن الأول، لكن نحن نديش القانون ونشرح شوية هكي قبل ما نخشوا على القانون. نحن لو افترضنا أن عندنا جسمين، الجسم الأول ساكن وجسم آخر، معنى جسم ساكن وجسم آخر وجسم آخر يتحرك بسرعة منتظمة. لو افترضنا أن عندنا الجسمين هذين، الجسم ساكن وجسم يتحرك بسرعة منتظمة، شنو المشترك في حركة الجسمين أو في وضعية الجسمين هذين؟ الجسمين هذين في حالة اتزان، الجسم الساكن في حالة اتزان، والجسم اللي يتحرك بسرعة منتظمة برضو يعتبر في حالة اتزان. شنو اللي غير من حالة الجسمين؟ يعني شنو اللي يخلي الجسم الساكن يتحرك والجسم اللي يتحرك بسرعة معينة تزيد سرعته أو تقل سرعته؟ إذا أثرنا على هذا الجسم بقوة مثلا في هذا الاتجاه، قوة دفع أو قوة شد في الاتجاه الآخر، نلاحظ أن الجسم هذا على وشك الحركة أو يبدأ في الحركة، وبالتالي هنا تغيرت حالته من حالة السكون إلى حالة الحركة وأصبح فيه تغير. الجسم الثاني اللي هو يتحرك بسرعة منتظمة، إذا أثرنا عليه نقول نفترض أن هذه هي القوة المؤثرة عليه بحيث يتحرك بسرعة منتظمة، الجسم هذا تقل سرعته إذا أثرنا عليه بقوة احتكاك أو مقاومة هواء، بقوة احتكاك أو مقاومة هواء، وبالتالي الجسم هذا تتغير حالته من حالة الحركة إلى حالة السكون أو تقل السرعة اللي كان يتحرك بها. الجسمين هذين المتزنين هذا يوصلنا إلى قانون يسمى قانون نيوتن الأول. شنو يقول قانون نيوتن الأول؟ يقول كل جسم يبقى على حالته، كل جسم يبقى على حالته سواء كان ساكن أو يتحرك بسرعة منتظمة. أمتى تتغير حالة الجسم الساكن وحالة الجسم اللي يتحرك بسرعة منتظمة؟ إذا أثرنا عليه بقوة، إذا أثرنا عليه بقوة. يبقى كل جسم يبقى على حالته من حيث الحركة أو السكون ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته، تغير من حالته. يعني الجسم الساكن يصبح متحرك والجسم المتحرك يصبح ساكن، أو تزيد سرعته أو تقل سرعة امتعه. وهذا هو قانون نيوتن الأول. يظل الجسم على حالته من السكون أو الحركة المنتظمة في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته، وهذا يعني أن الجسم يظل متزن ما لم تؤثر عليه قوة. شوفوا هنا الجسم حالة سكون أو يتحرك بسرعة منتظمة، شنو الرابط بين الحركة بسرعة منتظمة والسكون؟ هو أن الجسمين في حالة اتزان، حتى الجسم اللي يتحرك في حالة اتزان. شنو المقصود بكلمة اتزان؟ ببساطة جدا كلمة الاتزان يعني القوة المؤثرة أو مجموع القوة المؤثرة على الجسم تساوي صفر، مجموع القوة المؤثرة على الجسم تساوي صفر. هذا عندنا الجسم تؤثر عليه قوة في هذا الاتجاه، قوة المقاومة أو الاحتكاك عكس اتجاه الحركة، عندنا فوق رد الفعل وعندنا إلى أسفل الوزن. لو افترضنا أن الجسم هذا ساكن أو يتحرك بسرعة منتظمة، معناتها مجموع القوة هذه كلها مع بعضها، الأربعة اللي أمامي هذين كلهن مجموعاً الكلي يساوي صفر. كيف يكون الكلام هذا؟ هنلاحظ هنا ما دام الجسم متزن أفقياً، متزن أفقياً معناها القوة
اللي في اتجاه الحركة تساوي القوة عكس اتجاه الحركة. القوة في اتجاه الحركة تساوي القوة عكس اتجاه الحركة. ولو نقصنا القيمتين هذين من بعضهم حيصبح عندي القوة ناقص المقاومة حيساوي صفر، وهذا مجموع Fx. يعني مجموع Fx كله كم يساوي؟ يساوي صفر. وأي جسم يتحرك عمود أفقيا دائما أو في الغالب يكون متزن عموديا. أي جسم يتحرك حركة أفقية في الغالب يكون عموديا في حالة اتزان، أي أن رد الفعل يساوي الوزن، قوة الاتصال العمودي تساوي الوزن، وبالتالي مجموع الاثنين مع بعض كم يساوي؟ حيساوي صفر، وهذا المقصود به مجموع اف واي يساوي صفر. مجموع اف واي يساوي صفر. عارفين نحن بهذه الكيفية حيقعد عندي بهذا الشكل، انا الاف اكس الاف واي اسف، وهنا الاف اكس، وبنت الزاوية قائمة أو متعامدات عليه بعض، وأي قوتين بينهما الزاوية محصلة القوة، محصلة القوة نمشي تساوي Fx تربيع زائد Fy تربيع. لو عوضنا هنا صفر صفر، إذن المجموع كله كله المحصلة بالكامل شن تساوي؟ تساوي صفر. إذن الجسم هذا في حالة اتزان، وينطبق عليه قانون نيوتن الأول. ينطبق عليه قانون نيوتن الأول. يبدأ نحن شن اللي يجمع بين الجسم الساكن والجسم اللي يتحرك بسرعة منتظمة، ان هن اثنين يكون في حالة اتزان، والمقصود بالاتزان ان مجموع القوى المؤثرة على الجسم مجموعها بالكامل يساوي صفر. وريناكم كيف القوة كلها تساوي صفر سواء كانت العمودية او الافقية. أي أن محصلة القوة في اتجاه الحركة تساوي محصلة القوة عكس اتجاه الحركة. محصلة القوة في اتجاه الحركة تساوي محصلة القوة عكس اتجاه الحركة. F تساوي وهنا نيوتن، هذا قانون نيوتن الأول. من الكلام هذا يمكن تعريف ما يسمى بالقوة. شن تعريف القوة؟ هي كمية فيزيائية، هي كمية فيزيائية وتعتبر كمية متجهة تؤثر على الجسم فتغير من حالته. هي كمية متجهة، يعني كمية فيزيائية متجهة لها مقدار ولها اتجاه، تؤثر على الجسم فتغير من حالته. نيوتن الثاني، في قانون نيوتن الثاني قلنا إذا هو تكمل لقانون نيوتن الأول، اللي إذا أثرت القوة على جسم وتحرك الجسم هذا حيتحرك بعجلة، هذه العجلة تتناسب تناسبا طرديا مع القوة. العجلة اللي يتحرك بها الجسم تتناسب تناسبا طرديا مع القوة. يبدأ العجلة هنا تتناسب تناسبا طرديا مع القوة، يعني كل ما زادت القوة زادت العجلة، وتتناسب تناسبا عكسيا مع الكتلة، تتناسب تناسبا عكسيا مع الكتلة. من القانون هذا من واحد واثنين نستنتج أن العجلة تتناسب مع القوة على الكتلة. عندنا هنا ثابت التناسب، والثابت التناسب هنا يساوي كم؟ يساوي واحد، يصبح A أو العجلة تساوي F على N، وهذا قانون نيوتن الثاني، وهذا ما يسمى قانون نيوتن الثاني. ويكون قانون نيوتن الثاني إذا كان الجسم يتحرك بعجلة، يعني بسرعة غير منتظمة، يتحرك بسرعة غير منتظمة. قانون نيوتن الثاني قبل محصلة القوة، هذه القوة في اتجاه الحركة، هذه القوة عكس اتجاه الحركة، وقلنا احنا عموديا هذا الجسم متزن، هذا الجسم متزن عموديا ولكن غير متزن افقيا، يعني فيه تغير
في السرعة، وبالتالي مجموع المقاومات في الاتجاه الأفقي لا يساوي صفر. مجموع المقاومات في الاتجاه الأفقي لا يساوي صفر، لكن مجموع المقاومات في الاتجاه العمودي يساوي صفر، لأن احنا قلنا دائما إذا الجسم اللي يتحرك أفقيا يكون متزن عموديا في الغالب. تصبح في الحالة هذه محصلة القوة، القوة في اتجاه الحركة ناقص، القوة في اتجاه الحركة مش زائد، أنا قدامنا زائد لكن هي ناقص، القوة في اتجاه الحركة ناقص القوة عكس اتجاه الحركة اللي هي تساوي المحصلة، والمحصلة عبارة عن العجلة في الكتلة. يبقى هذه هي القوة اللي في اتجاه الحركة، هذا اتجاه الحركة، هذه القوة في اتجاه الحركة، القوة هذه عكس اتجاه الحركة، عكس اتجاه الحركة، وبالتالي المحصلة هنا هي القوة في اتجاه الحركة ناقص بدل الزائد نديروا ناقص، أنا أشوف المذكرة إذا كان زائد نخلوها ناقص، يبدأ محصلة القوة في اتجاه الحركة ناقص محصلة القوة عكس اتجاه الحركة يساوي العجلة في الكتلة. القوة في اتجاه الحركة ناقص القوة عكس اتجاه الحركة تساوي M في A اللي هي تحليل القوة. نحن خذينا في الحصة الماضية وفي السنوات السابقة نتعامل دائما مع القوة الأفقية، نتعامل مع القوة الأفقية، القوة الأفقية لا تحتاج إلى تحليل، ما تحتاج إلى تحليل، يا أما القوة الأفقية والعمودية لا تحتاج إلى تحليل. إذا كان عندنا الجسم يتحرك بهذه الكيفية، هنا القوة المؤثرة عليه في هذا الاتجاه، لو افترضنا هنا فيه قوة مقاومة برضو حيكون هنا فيه رد فعل، وإلى الأسفل الوزن، هنا موجودة على محور الأفقي اللي هو الإكس، وهذه موجودة على المحور الرأسي اللي هو الواي، وبالتالي هذه القوة الأفقية لا تحتاج إلى تحليل. هذا الجسم اللي عندي بهذه الكيفية، القوة المؤثر عليه قوة المحرك أو قوة شد أو قوة دفع، عندنا قوة الاحتكاك أو المقاومة الهواء، وعندنا عموديا الوزن إلى أسفل، وعندنا قوة الاتصال العمودي إلى أعلى. يشترط عليه نفس الكلام اللي قلناه الحصة اللي فاتت، إذا كان يتحرك بسرعة منتظمة القوتين هذين حيكونا دائما متساويات، وإذا كان يتحرك بعجلة منتظمة المجموع يساوي الإف تساوي ناقص الآر. هذا كلام مكرر أخرى من جديد. هنا عندنا افتراض آخر اللي هو نفرض أن الجسم يتحرك على مستوى أفقي وتؤثر عليه قوة مائلة تصنع زاوية مع الأفقي. الآن اللي عندنا نحن هنا غير الكلام الأول، عندنا جسم يتحرك على مستوى أفقي، الجسم بروحه يتحرك على مستوى أفقي، ولكن القوة المؤثرة على هذا الجسم مائلة وتصنع زاوية مع الأفقي. كيف يكون الكلام هذا بالرسم؟ هذا الجسم أو هذا المستوى الأفقي، وهذا الجسم موجود على المستوى الأفقي، القوة المائلة تكون بهذه الكيفية بغض النظر عن اتجاه السهم إلى الداخل أو إلى الخارج، تصنع زاوية، تصنع زاوية مع الأفقي. كيف يتم تحليل هذه القوة؟ رياضياً نحن نقوله، أو فيزيائياً نقوله، أن رياضياً نقوله هذا التعبير قطبي، يعني مقدار واتجاه، مقدار المتجه اللي هو F واتجاه هذا الزاوية، يصنع زاوية مع الأفقي، يعني هذا اتجاه مع الأفقي، يعني الزاوية هذه هي اللي تبين لي اتجاه المتجه اللي عندي أو متجه القوة اللي عندي. كيف نحول المتجه هذا من القطبي إلى الكارتيزي مثلا في الرياضيات؟ في الكارتيزي شنو يقولوا؟ يقولوا تحلل هذه القوة إلى مركبتين، مركبة أفقية ومركبة رأسية، يعني على الإف إكس والإف واي. الإف إكس تساوي مقدار القوة أو مقدار المتجه
مضروب في كوساين الزاوية، والإف واي مقدار المنتجع ومقدار القوة مضروب في ساين الزاوية، وبالتالي الرسمة هذه تتغير عندي تصبح بهذه الكيفية. هذا المنتجع الأفقي اللي هو اف اكس يصبح اف كوساين الزاوية، وهنا يصبح اف ساين الزاوية. هنا اف كوساين الزاوية وهنا اف ساين الزاوية. حولنا من القطب إلى الكارتيزي. الطريقة الفيزيائية تقريبا هي مشابهة لهذه الطريقة، ولكن نحن نقول الضلع الملاصق للزاوية يأخذ الكوساين، والضلع البعيد عن الزاوية يأخذ الساين. الضلع الملاصق للزاوية يأخذ الكوساين، والضلع البعيد عن الزاوية يأخذ الساين. ومعنى التحليل إن نحن نلغي القوة، مقدار القوة، ونلغي الزاوية، ونتحصل على قوتين متعامدتين اللي هي الاف اكس والاف واي. شوف هنا القوة مائلة، كيف يتم تحليل هذه القوة؟ قلنا نحن فيزيائيا هذه القوة هذه تأخذ الكوساين اف كوساين الزاوية، هنا حيقعد عندي اف ساين الزاوية. البعض يقول لي بقى إذا كان السهم إلى الداخل يعني دفع، أنا ممكن نقوله سحب. لو كان السهم إلى الداخل حيكون عندي هنا دفع، عبارة عن نعكس الأسهم هذه تقعد حتى هي إلى الداخل. هكي رياضيا المركبة، مركبة القوة الأفقية اللي هي اف اكس اف كوساين الزاوية، مركبة القوة الرأسية اللي هي الاف واي اف ساين الزاوية. بهذه الكيفية هنا برضو ينطبق عليها، خلاص هذه تنتهي القصة لما نحل القيمة هذه. القيمة اللي تحت الآن اللي حنلغيها الكم، هذه كلها أصبح ملغي، هذا ما عادش موجود، هذا وهذا مش موجود، هذا المقصود بالتحليل. القيمتين هذين ما عادش موجود، أصبح عندي قوة موجودة على الـ FX وقوة موجودة على الـ FY. وممكن نطبق على القانون هذا، قانون نيوتن الأول وقانون نيوتن الثاني. يعني إذا كان الجسم هذا يتحرك بسرعة منتظمة أو ساكن، فالقوة في اتجاه الحركة حيكون هذا هو اتجاه الحركة. قوة في اتجاه الحركة تساوي القوة عكس اتجاه الحركة. القوة في اتجاه الحركة تساوي القوة عكس اتجاه الحركة. وقلنا نحن الجسم دائما متزن عموديا، يعني الوزن هنا يساوي مجموع القوتين هذين مع بعض. الوزن يساوي مجموع القوتين هذين مع بعض. إذا كان الجسم يتحرك بسرعة منتظمة مجموع القوة المؤثرة عليه كلها يساوي صفر. عندنا هي الاف هنا بدون اف اكس، الاف تساوي ار، والار يعني الار تساوي اف كوساين الزاوية. هذه الخطوة هذه ممكن نلغيها، يعني الخطوة هذه ممكن تلغى. عارفين عرفنا ان مجموع القوة كلها المؤثر على الجسم تساوي صفر. هذه القوة اللي في اتجاه الافقي مجموعها مفروض هنا يقول يساوي صفر. حيقعد عندي القوة في اتجاه الحركة، القوة عكس اتجاه الحركة تساوي القوة في اتجاه الحركة. المنطقين صح، سواء قلنا الأول العكس أو مع في حالة الجسم المتزن. عندنا هنا عموديا، ونحن قلنا عموديا دائما الجسم اللي يتحرك أفقيا متزن، القوة اللي للأسفل اللي هي قوة الوزن تساوي مجموع القوتين اللي اتجاههم إلى أعلى اللي هي قوة الاتصال العمودي، وإف ساين الزاوية اللي هي المركبة الرأسية أو المركبة الرأسية. إذا كان الجسم يتحرك بعجلة يجب نطبق عليه قانون نيوتن الأول. هذا الجسم نفس الكيفية، حنقول نحن دائما خلاص لما نقوم بعملية التحليل ونحول القوة إلى مركبة أفقية ومركبة رأسية لغينا القيمة ولغينا الزاوية،
لغينا القيمة ولغينا الزاوية، أصبح هذا هو عندي الرسم بهذه الكيفية. هذا المقصود بالتحليل. انتهينا هذه المعاش نتعامل معها، نتعامل مع هذه القوة الأفقية والرأسية. بش نقدر نقول القوة في اتجاه الحركة، لكن القوة هذه رأي مش في اتجاه الحركة، هذه القوة اللي المركبة الأفقية هي اللي في اتجاه الحركة، هي سبب الحركة. يبدأنا القوة في هذه الحالة، إذا طبقنا عليها قانون نيوتن الثاني، حتجد القوة في اتجاه الحركة اللي هي إف كوساين الزاوية تساوي القوة عكس اتجاه الحركة، والجسم متزن عموديا. هنا عموديا ما تغيرش، سواء كان الجسم يتحرك بسرعة منتظمة أو الجسم يتحرك بعجلة منتظمة، دائما تجد الوزن يساوي مجموع القوتين اللي اتجاههم إلى أعلى. نخلوها شوية هيك. أنا العمودي الوزن يساوي مجموع اثنين هذين مع بعض، الأفقي اف اكس اللي هي هذه القوة، هذه اف كوساين الزاوية، هذه برضه ممكن نلغيها الخطوة اللي في النص، اف كوساين الزاوية ناقص قوة في اتجاه الحركة ناقص القوة عكس اتجاه الحركة تساوي الكتلة في العجلة. وهذه الملاحظة اللي عودتها كم مرة، دائما في حالة الحركة الأفقية أو في الغالب في حالة الحركة الأفقية يكون الجسم متزن عموديا والإف واي يساوي صفر. هنجي محصلة القوة. نحن قلنا هنا لما نلغي الكلام هذا، لما نلغي الكلام هذا، لما نلغي الكلام هذا هيصبح عندي قوتين، قوة أفقية وقوة عمودية، أو نسهلها كي بالرسم بهذه الكيفية، يصبح عندي كأن هذه القوة كلها اللي موجودة على اللي هي قيمتها هذه F كوساين ناقص R تساوي M، أو القيمة هذه، هذه القيمة، هذه القيمة الأفقية أسف، القيمة العمودية أو المقدار العمودي اللي هو هذا المقدار العمودي اللي هي F Y. هنا F X القوتين هذين قوتين متعامدتين، وعرفنا بداية الحصة كيف نحسب المحصلة قوتين متعامدتين. هذه محصلة قوتين متعامدتين، يعني الاف الواي والاكس، او القوة الموجودة على المحور الاكس والقوة الموجودة على محور الواي، ما بينهما او بينهم زاوية مقدارها كم؟ 90 درجة. الاتجاه لما نشوفه للرسمة في هذا الاتجاه، دائما الاتجاه يؤخذ من النسب الزوايا، يا اما من الصاين او الكوساين او التان، يعني يا اما الجيب او جيب التمام او ظل الزاوية. هنا اللي عندي معلوم المقابل والمجاور، ما عنديش وتر، اللي معلوم عندي مقابل ومجاور، ناخذ قيمة التان او ظل الزاوية. ظل الزاوية يعني تان الزاوية يساوي المقابل، المقابل هذا هو المقابل الاكس، الاف اكس هذا هو المقابل وهذا المجاور، والتان شو تساوي؟ المقابل على المجاور، يعني اف واي على اف اكس، اف واي على اف اكس. هذا ملخص التحليل. يبقى نحن التحليل يكون للقوة المائلة فقط، اللي مائلة على الأفقي يتم تحليلها إلى مركبة رأسية ومركبة مركبة أفقية. إذا خذيناها رياضيا نقول إن الجسم هذا في تعبير قطبي مقدار واتجاه، ويتحول إلى كارتيزي. الإف إكس تأخذ الكوساين، تجد إف كوساين الزاوية، والإف واي تأخذ الساين وتقعد إف ساين الزاوية. فيزيائيا نحن نقوله الضلع الملاصق للزاوية ياخذ الكوساين، والضلع البعيد عن الزاوية ياخذ الساين. حنجو للأمثلة ممكن يوضح لنا أكثر. طبعا هذا الاتجاه. حنجو للمثال. هني يقول لي سحب صندوق كتلته 15 كيلو جرام على أرضية بسرعة ثابتة مقدارها بواسطة حبل يصنع زاوية مقدارها مع الاتجاه الأفقي، وكان الشد في الحبل كم يساوي؟ 50. نبي نحسب قوة الاحتكاك أو المقاومة للحركة وقوة الاتصال العمودية.
بقوة الاتصال العمودية. في هذه الأمثلة، في أمثلة القوة بالذات، حاول دائما تحول المسألة إلى رسم سهل لك العملية، وتجد العملية واضحة بالنسبة لك. هنا الصندوق يسحب على أرضية، يكبه هذه الأرضية، والصندوق يسحب على أرضية، هذه الأرضية اللي عندي. كم كتلة الصندوق؟ 15 كيلو جرام. 15 كيلو جرام، هذا الصندوق. يبدأ هذه كتلة على أرضية بسرعة ثابت، بمعنى السرعة الثابت، مقدار السرعة 1.2 من 10، يعني هذه السرعة بواسطة حبل. الحبل هذا يصنع زاوية قدرها كم؟ 30 مع الاتجاه الأفقي، هذا هو الاتجاه الأفقي. يبدأ هو يصنع زاوية مقدارها 30. الزاوية هنا مقدارها كم؟ 30. وشد السهم وين؟ إلى أعلى، مش دفع. حبل قوته أو شد، الشد يعتبر نوع من أنواع القوة، سواء رمز له بالحرف T وحسبته شد، أو رمز له بالرمز F ومحسوب قوة. حنقوله هنا شد نرمزه له بالرمز F يساوي كم؟ 50 نيوتن. 50 نيوتن. المطلوب مني قوة الاحتكاك والمقاومة. نحن الاحتكاك مفروض مدوينش عليه، لكن هذا حناخذه نعتبره هذه عندنا المطلوب منا مقاومة. ومطلوب الثاني قوة الاتصال العمودي. نكملوا باقي الرسمة اللي عندنا. هذين الأشياء اللي موجودات في المسألة. في أشياء تضاف إلى الرسم مش موجود أصلا في المسألة. مكان الوزن وين يقع، مكان رد الفاعل أو قوة الاتصال العمودي. دائما الوزن عمودي على سطح الأرض، والوزن راهو يساوي الكتلة في عجلة الجاذبية. الوزن يساوي الكتلة في عجلة الجاذبية، وعجلة الجاذبية لتقريب الحسابات هتساوي كم عندنا؟ 10. وإذا كان الوزن إذا كان الكتلة 15، إذن الوزن حيكون 150 نيوتن. رد الفعل اتجاهها إلى أعلى، وعمودي على نقطة المماس، وعمودي على نقطة المماس. الآن شن عندنا نحن هنا؟ عندنا قوة مائلة، عندنا قوة مائلة. كيف نقدر نقول القوة في اتجاه الحركة تساوي القوة عكس اتجاه الحركة، أو القوة مع الحركة ناقص القوة عكس اتجاه الحركة؟ لأن القوة هنا مش في اتجاه الحركة، أنت تكون في اتجاه الحركة إذا كانت موجودة على المحور الأفقي، نقول عليها اتجاه الحركة. يبدأ تحويل القوة هذه أو تحليل القوة هذه إلى كم مركبة، مركبتين، الأفقية والرأسية. يبدأ الضلع القريب أو الملاصق للزاوية شن يأخذ؟ يأخذ الساين أو الكوساين، يأخذ الكوساين. يسمع عندي 50 مقدار القوة مضروب في كوساين الزاوية اللي هي كم؟ 30. مضروب في كوساين الزاوية اللي هو 30. وهنا والضلع البعيد، هنا الضلع الملاصق، هذا الضلع البعيد شن يأخذ؟ يأخذ الساين. 50 ساين الزاوية كم؟ 30. 50 ساين الزاوية 30. ولو خذيناها رياضيا صح، هذه المركبة الأفقية تساوي الاف اكس ياخذ الكوساين، والمركبة الرأسية تاخذ الساين. الآن نجي شنو نوع الحركة. أول شيء تخلصنا من ايش؟ من القوة اللي عندنا، أصبح كأن القوة هذه غير موجود. ممكن نستخدم المساحة، هذه قوة غير موجودة، والرسم هذا برضو الزاوية هذه حتى هي أصبحت غير موجودة، أصبح الرسم بهذه الكيفية، أصبحت الرسم بهذه الكيفية. الآن بنعرف بعدرنا التحليل هذا، بنعرف نوع الحركة قبل ما نبدأ. بعد حللنا خلاص، أو التحليل يجي أول قبل ما تعرف الحركة، وقبل ما تعرف نوع الحركة التحليل يجي أولا، وبعدين الخطوة الثانية نجي لاتجاه شنوع الحركة. هنا الجسم يتحرك على أرضية بسرعة ثابتة، معناه يتحرك بسرعة منتظمة، يتحرك بسرعة منتظمة، هذا اتجاه المقاومة. يبقى هنا يتحرك بسرعة منتظمة، طبق عليه قانون نيوتن الأول.
القوة في اتجاه الحركة ناقص القوة عكس اتجاه الحركة. القوة في اتجاه الحركة ناقص القوة عكس اتجاه الحاسب. احنا هنا قلنا بسرعة منتظمة، القوة في اتجاه الحركة تساوي القوة عكس اتجاه الحركة، وكأن هنا المقاومة تساوي شن؟ تساوي 50 كوساين 30. 50 كوساين 30 عموديا يبي مني رد الفعل. لو حسبنا، لو جينا هنا، نحن قلنا الجسم برضو عموديا متزن، الوزن يساوي رد الفعل زائد ساين 30. رد الفعل زائد ساين كم؟ ساين 30. بنفس الكيفية هو يبي مني قوة الاتصال العمودي، ننقل القيمة الأخرى إلى الطرف الثاني وتكون بالسالب، وبالتالي يكون هنا الوزن ناقص ساين 30 يساوي رد الفعل، يساوي رد الفعل. هنا القوة العمود، هذه قيمة R وهذه قيمة الN. طبعا لو قال لي احسب المحصلة، المحصلة كلها كم بتساوي؟ حتساوي صفر. هذا المثال، شوف أنا حللنا القوة بهذا الاتجاه، هذه رد المقاومة شو تساوي؟ قيمة المقاومة 43.3 نيوتن، عموديا هذه 150 تساوي 50 ساين 30 زائد ان، وننقل بعدين القيمة هذه إلى الطرف الآخر، ان تساوي 150 ناقص 50 ساين 30. هذا المثال الأول. مثال في المثال الثاني نفس الكلام، ولكن يتحرك بعجلة، يتحرك بعجلة. خلاص أصبح عندنا نحن بهذه الكيفية، هنا F أو قيمتها كم؟ 50 كوساين الزاوية 30، وهنا F 50 ساين 30، وهنا رد الفعل إلى أعلى والوزن إلى أسفل، والمقاومة في هذا الاتجاه عكس الحركة، والمقاومة في هذا الاتجاه عكس الحركة. في الفقرة الأولى في المثال أعطاني قيمة السرعة وما تعاملتش معها قيمة السرعة، هو قال لي بيتحرك بسرعة ثابتة، سواء أعطاني قيمتها وما أعطانيش قيمتها. إذا أعطاني قيمتها تهمل في حالة استخدام قوانين القوة، تهمل السرعة. نعرف أن الجسم يتحرك بسرعة منتظمة. هنا حنطبق قانون نيوتن الثاني، نفس الكلام ولكن حنطبق قانون نيوتن الثاني. يبقى هنا بيش تتحرك؟ تتحرك بعجلة. إذن القوة في اتجاه الحركة اللي هي كم؟ 50 كوساين 30 ناقص 50 كوساين 30 ناقص رد الفعل تساوي الكتلة في العجلة. يعني 50 كوساين 30 ناقص تساوي الكتلة في العجلة، الكتلة في العجلة. وننقل بعدين القيمة هذه إلى الطرف الآخر، أو نجيب القيمة هذه الأيمن إلى الأيسر أو الأيسر إلى الأيمن، ونتحصل على قيمة، ونتحصل على قيمة المقاومة، وتكون أقل من المقاومة في الحالة الأولى. عموديا نحن قلنا عموديا دائما متزن، سواء كان الحركة هذه بعجلة أو بسرعة منتظمة، فحنجد أن رد الفعل يساوي الوزن ناقص 50 ساين 30. هذه قيمة الآر بالنقص، وحتطلع القيمة هذه بالنقص، يمشي النقص مع النقص تصبح عندي زائد. العمودية نشوف عمودية نفس الكلام في الحالة الأفقية، وحتطلع لنا قيمة المثال الثالث. يدفع طفل عربة صغيرة كتلتها على الأرض بقوة مقدارها تصنع زاوية مقدارها 35، نبي العجلة. هنا بس تختلف، بس نحن هنا عندنا اتجاه القوة فقط للتوضيح. هذا اتجاه القوة، شوف اتجاه القوة وين؟ هنا قوة الدفع إلى الداخل، يعني قوة الدفع من الخلف هنا إلى الداخل. حيصبح عندي هذا الضلع الملاصق للزاوية. شوف الضلع الملاصق للزاوية شن خذا الكوساين. طبعا هو مش طالب مني للعجل، ولا طالب مني رد فعل، ولا طالب مني وزن، وبالتالي ما فيش داعي للتحليل
العمودي، وإذا كان حللنا ماشي الحل. لكن إذا كان مش طالب مني أي قيمة من هذه القيم، نستخدم التحليل الأفقي فقط. وللتوضيح يقبع هذا فيه N، وهنا شن عندي؟ حيقعد عندي قيمة القوة كم؟ 5 ساين الزاوية اللي هي عندي كم؟ 35. وهنا الوزن حيساوي 20 نيوتن. طبعا هذا كلام مش مطلوب مني، ولكن بالتالي هنا حيصبح عندي القوة في اتجاه الحركة. شوفوا الحركة وين؟ شوف السهم هنا وين داخل؟ داخل إلى الداخل. السهم هنا برضو مفروض يكون وين؟ حتى هو إلى الداخل. السهم هنا إلى الداخل. القوة في اتجاه الحركة ناقص القوة عكس اتجاه الحركة. القوة اللي عكس اتجاه الحركة كم تساوي؟ ما فيش قوة عكس اتجاه الحركة، لا في مقاومة ولا في احتكاك، وبالتالي القوة هنا شو تساوي؟ تساوي صفر. قوة عكس اتجاه الحركة تساوي صفر. كيف تصبح العملية هيك؟ هذا العكس اللي هو الار، هذا اتجاه الحركة، هتصبح عندي 5 كوساين 35 ناقص R تساوي الكتلة في العشرة. وهذه القيمة هذه كم تساوي؟ تساوي صفر. عندي الخمسة وكوساين، ونقدر نجيب الكوساين 35، وعندنا الكتلة 2، نقدر نحسب العجل. 5 كوساين تساوي، لأن هنا قلنا المقاومة تساوي صفر، وبالتالي هنا حسبنا العجلة تطلع 2.4%. آخر مثال نفس الفكرة هنا برضو. هنا يقول لي ربطت طفلة صغيرة في مقعد رجوحها مدعومة بواسطة حبلين، هذا حبلين مش حبل واحد، ولكي تبدأ الحركة جذبها والدها طبعا في الرجوحات تجذب بهذه الكيفية. يكبر كينا هذا هو اتجاه، هذا هو اتجاه القوة. يبقى في هذا الاتجاه حتكون عندي القوة في هذا الاتجاه، القوة في هذا الاتجاه، وهذا الحبل فيه شد، الشد دائما اتجاهها إلى الداخل عند نقطة الربط، وحبلين يبقى اثنين شد وشدين في الحبلين متساويات. وبهذه الكيفية كانت هنا هذه نقطة السكون، هذه كانت نقطة السكون اللي كانت عندها الطفلة قبل تجذب بهذه الكيفية. هنا الزيادة عندنا إلى الخلف قليلا بقوة أفقية، على قوة أفقية بحيث صنع زاوية قدرها كم؟ 20 مع الرأسي. هنا دخلت علينا حاجة جديدة اللي هي وين الزاوية؟ مع الرأسي ولا مع الأفقي؟ هنا الزاوية مصنوعة مع الرأسي، الزاوية هل هي الزاوية؟ يبدأ هنا الزاوية مصنوعة مع الرأسي. لو قال لي الزاوية مصنوعة مع الأفقي، تكون الزاوية مصنوعة مع الأفقي في هذا الاتجاه. يبقى ننتبه معايا للزاوية برضه، الزاوية مصنوعة مع الرأسي أو مصنوعة مع الأفقي. حولنا الرسمة هذه، الصورة هذه إلى رسم تخطيطي. هذا الشد، هذه الطفلة، هذا الشد في هذا الاتجاه، هذين الحبلين. هنا الزاوية، خذينا الزاوية اللي موجودة هنا هذه 90، وهنا 20، يقبل الزاوية هنا حتكون كم؟ 70. ونقدر نتعامل برضو مع العشرين، لكن الأسهل نحط الزاوية اللي موجودة على الأفقي باش تسهل علينا الكلام. القوة مقدارها الشد 2، حنحسب الشد بهذه الكيفية، حيقبل 2 كوساين 40 إلى أعلى، 2 شد ساين 70 إلى أسفل، كتلة الطفلة 18، حيقبل وزنها كم؟ 180 نيوتن، والقوة في هذا الاتجاه. نحسب الشد في كل من الحبلين وقوة جذب الوالد. نبي نحسب القوة هذه كم تساوي؟ القوة هذه شن تساوي؟ تساوي الشدين. القوة تساوي الشدين. F تساوي 2T كوساين الزاوية كم؟ 70. هنا برضه هو طالب مني الشد، لكن عندي هذه شنو؟ مجهولة. شد هنا حنستخدم القيمة هذه اللي هي 2 نجي للعمودي، هذا في الأفقي. الأفقي ما عطانيش قيمة، الأفقي ما عطانيش قيمة، حنشيل العمودي. العمودي نشوفوا كم عندنا مجهول، حيصبح عندي في العمودي 2 شد ساين 70
تساوي 180. وين رد الفعل هنا يا استاذ؟ هنا ما فيش رد فعل. ليش ما فيش رد فعل؟ لان الطفله هنا في الهواء، يبقى بالتالي ما فيش رد فعل، مرتفعه عن سطح الارض، بالتالي ما فيش رد فعل. من القانون هنا او من المعادله اللي امامي عندنا شو اللي مجهول؟ عندنا الشد فقط مجهول. اثنين نقدر نجيب ساين 70 بالاله وعندي 180، وبالتالي نتحصل على قيمه الشد. لما نتحصل على قيمه الشد نعوض به في المعادله الاولى، نتحصل على قيمه القوه. نعوض في المعادله الاولى نتحصل على قيمه القوه. شوف معنا تساوي ايجاد قيمه تي، لان هنا قيمه تي مجهوله، نستخدم العمودي 2 تي ساين 70 تساوي 180. تحصلنا على قيمه الشد، ناخذ الشد نعوضه به في القيمه هذه، نتحصل على قيمه القوه اللي هي 65.5. وبهذا المثال ننهي حصه هذا اليوم، على امل اللقاء بكم في حصه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.